السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. أهلا بكم. موضوع النهاردة احمي الحمام من المطر بالطريقة دي. طبعا كلنا عارفين النوة اللي بتمر بها مصر اليومين دول وبعض الدول اللي حوالينا. احنا بالنسبة للحمام في ناس خسرت كتير وناس اتعرضت للأذى بسبب النوة الموجودة حاليا دي. احنا نقول اجراءات وقائية، هي يعتبر النوة بدأت تعدي يعني شوية منها، لكن مازال لسه فيه، مش عارفين هيبقى ازاي الجو بكرة. احنا هنتعامل على حسب الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. طيب هي النهاردة يعني ايه اقل من امبارح شوية النوة، لكن احنا هنعمل الاجراءات اللي الوقائية اللي تقي الحمام بتاعنا الامراض. طبعا ممكن يتصب الامراض، هنقول لحضراتكم ازاي. طيب يعني انا كان عندي الشباك ده البحري، انا كنت فتحته لما الجو كان اتحسن، كنت فتحت الشباك ده. انا هو عليه سلك، هو شباك اهو، لما نقرب ليه عليه سلك اهو. صاران ده الشباك البحري اللي بيجيب معظم الهواء بيجي منه اهو، انا عليه سلك، فانا قفلت عليه بشكاره من بره اهو، او شوال يعني زي ما تسميه، او حته قماش الموجود المتاح عند حضرتك، قفلت عليه باربع مسامير بشكاره زي كده علشان التيارات الهواء الشديده اللي زي ما كانوا بيقولوا متوقعين انها تكون عواصف. طبعا هو في امطار مستمره من امبارح والنهارده، لكن دلوقتي خفت شويه. احنا يوم النهارده الجمعه بعد الصلاه، هي بدات الخميس ومستمره الجمعه، لكن خفت دلوقتي بعد الصلاه. هنشوف برضو عندي الباب، باب الصاج اهو، انا عندي السقف متقفل بصاج اهو، تمام. انا عندي السقف متقفل بصاج الحمد لله، حمى المكان، لكن هنقول برضو الاضرار بتاعت الصاج ده والاضرار ايضا اللي مغطي بمشمع، فلازم تاخد بالك كويس قوي ان الصاج ما يكونش معرق نتيجة القفلة الكتمة. الكتمة الزايدة بتسبب رطوبة عالية في المكان. لو انت شفت السقف معرق افتح الباب شوية وانت واقف، حتى كده تطلع تقعد ساعة مع الحمام وانت فاتح الباب، تدخل شوية هواء يهوي المكان. الرطوبة العالية بتجيب للحمام امراض تنفسية يا جماعة، بتجيب للحمام امراض تنفسية ودمعة العين، تمام. زائد هنقول الرطوبة اللي في الارض، نوريكم فين هو. انا عندي الحمد لله كل اللي حصل المنطقة دي، هنا في ايه خرم في الصاج اهو، الخرم ده هو الوحيد اللي خر عندي في المكان بتاع الحمام، الأوضة بتاعة الحمام اهو، هو خر هنا شوية المية دول، لكن مش هسيب شوية المية دول يعملوا رطوبة في المكان الحمام ينقر فيها، دي ممكن تسبب للحمام يا جماعة الكوكسيديا. احنا لسه متكلمين على الكوكسيديا قريب وقلنا علاجاتها، هنقول لكم علاجاتها في صندوق الوصف. طيب انا هنضف المكان ده وبعد كده ما تقفلش عشان اقول لك ندي ايه فيتامينات للحمام علشان تلف الحمام وتقي من الامراض. لو استنيت معايا شو دقيقة ننضف دي ونعمل لها جير وبعد كده نوريكم ازاي. طيب بعد ما قشطنا المنطقة المبللة اللي اصابها البلل اهو، اشواطنا اللي فيها، شوف اللي طلع منها لين كانت بايشة اهو مكانها، هنعمل ايه؟ نجيب جير المطفي ونرش المكان ده اهو بالجير كده، وقاية يا جماعة من الامراض. الجير هيموت الطفيليات المسببة للكوكسيديا. اي مكان عندك مبلل ترصه بالجير كده ونسيبها لما تنشف، حتى لو الحمام
نقر فيها ما يتصابش وما يتنقلوش العدوى بالايه كوكسيديا اللي بيسببها الفطر. الفطر بينمو في الرطوبة يا جماعة، فطر الكوكسيديا بينمو على الرطوبة. احنا عملنا كده الوقاية، الوقاية خير من العلاج. طيب نقول كمان هندي ايه فيتامين علشان يدفلنا الحمام. ما ننساش نفتح جو كويس، هنفتح الباب شوية يهوي واحنا واقفين اهو باب السطح. جوت اللي قابلنا هنا هنا ازاي هيهولنا نار الشمس. الشمس بدأت تطلع، الجو بدأ يتحسن لو قدرنا، لكن في هوا مش عارفين الهوا هيبقى جامد. احنا مش هنشيل الشكارة اللي على الباب الا ما نلاقي اللي على الشباك الا ما نلاقي الجو مستقر. احنا عندنا الفتحات التانية اهي دي ما عليهاش، مش قافلينها، لازم تكون فيه شبابيك تانية مفتوحة يا جماعة. الشباك التاني الصغير ده لكن هو بيجيب تهوية، ما بيجيبش من البحر يعني، لكن ده بيجيب تهوية بس، لكن مفيش تيارات هواء جديدة. وفي شباك تاني كمان اهو في المكان تاني اهو الناحية التانية دي اهو، هو متغطي بالبوكس ده دلوقتي لكن هو بيدخل برضو تهوية. باكد تاني يا جماعة لازم تبص على السقف، ان كان مشمع او معمول بالصاج بص عليه ما يكونش معرق، لو معرق لازم تفتح تهوي شوية عشان كده تتأكد ان في رطوبة عالية في المكان. دي بتسبب مش عايز اقول لك اختناق الحمام، لكن بتسبب امراض تنفسية وبتسبب دمعة العين، تعمل لك مشاكل كتير لو المكان مش جيد التهوية. لازم يكون برضو على قد ما انت مدفي تكون مهوي برضو من وقت للتاني. افتح بص على الحمام، لو لقيت الجو معرق افتح الباب وقعد شوية اما الايه العرق يخف. طيب يبقى هندفي الحمام ازاي؟ بالتغذية السليمة، زود له الاكل شوية وحط فيه، زود فيه الحاجات اللي فيها بروتين عالي زي الفول زي البسلة، زود فيه البروتين العالي والعدس، الحاجات اللي تدفي الحمام تمام. زائد هنحط ايه فيتامينات على المية اللي ما قلت لحضرتكم، هنقول لكم في نهاية الفيديو هنقول اهو نوريكم ايه الفيتامينات. طيب انا معايا عشان ما نضيعش وقت معايا الديكال، طيب يبقى هنعطي الديكال ب 12 او بيديكال الموجود عند حضرتك، ديكال او بيديكال. الفيتامين ب يا جماعة بيدفي عموما، بيعطى حتى للبني ادمين اللي دايما رجليهم يقول لك اطرافهم ما بتدفاش، فالب 12 بيدفي الحمام وبدفي عموما فيتامين ب. او بنعطي في دروب. انا بقول لحضرتك كذا خيار المتاح عند حضرتك، كلها ادوية رخيصة. في دروب او بيبي فيت، الناس بتحب تعرف الاسعار. انا مش عايز الفيديو يطول بس هنقول لكم بما اننا في نهاية الفيديو هنقول الاسعار في نهاية الفيديو علشان الناس ما تزهقش مننا. ناس عرفت الحاجات اللي بتدفي الحمام، او الجروفيت بلاس. الجروفيت بلاس دواء كلهم بشري للحاجات اللي فاتت دي، اما ده هو الوحيد اللي بيطري اللي احنا بنجيبها بعشرين جنيه. ديكال ب 12 بستة جنيه، البيبي فيت بستة جنيه، الفيد دروب هو اغلى شوية بعشرة ونص، لكن هو كلهم فيهم فيتامين ب، لكن في دروب ده في فيتامين د اكتر اللي هو بيساعد على امتصاص الكالسيوم اكتر، وده كمان بيساعد على امتصاص الكالسيوم. المهم احنا بنعطيه دلوقتي كرافع مناعه من امراض الشتاء وكمان يدفي الحمام. زي ما قلنا التغذيه هي اللي تدفي الحمام. طب هنقول الطريقه واحنا هنعطيه دلوقتي عشان الفيديو نخلص الفيديو. طيب ده احنا هنعطي اللي هو يعتبر ارخص حاجه
الديكال ب 12 ب 6 جنيه، ازازته نفتحها وهناتي غطا على لتر الميه. تمام، يبقى اهو نفتح الازازه ونحط غطا على لتر ميه ونقدمه للحمام. غطا على لتر الميه، قلبه ونقدمه للحمام حسب الكميه اللي عند حضرتك. ارجو اني ما اكونش اطلت عليكم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.